السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في دوري الرياضية، لكن هذه المرة في دور الثمانية. هذا الدوري اللي زي ما قلنا في البداية يحتاج إلى نفس طويل ولياقة عالية، لكن خلينا نوضح في البداية في دوري الثمانية إيش راح يكون. اللعب هنا على مضمون. كيف يعني؟ يعني راح يكون في ذهاب وإياب، وضيوفنا وضيوفهم أيضا عارفين النظام. لذلك خلوني في البداية أرحب بالضيوف، الكابتن أحمد الكسار والكابتن طاهر المجرشي. حي الكباتن كابتن طلال المجرشي لاعب نادي الخليج، وكابتن احمد الكسار لاعب نادي الاتفاق، لاعب المنتخب السعودي. نقول لهم نورتونا من جديد في الاستوديو انتم وضيوفكم. وجودك حياك الله كابتن. الله يحييك. حياك الله كابتن احمد. الله يحييك وضيوفك. الله يحييك. طيب خلونا بس نذكر المشاهدين بآلية وصول اللاعبين اليوم في دور الثمانية. معلش، الكابتن احمد الكسار تأهل هذه المرحله بعد ما خاض مواجهه مع الكابتن حسين هادي لاعب نادي النصر، وتأهل منافسه ما كانت سهله ابدا، والدليل ان النتيجه كانت لصالح الكابتن احمد الكسار 230 نقطه مقابل 210 من النقاط للكابتن حسين هادي لاعب النصر اللي غادر من الادوار التمهيديه وربما نشاهده معنا في دور الثمانيه. اما الكابتن طلال مجرشي فتأهل بفارق كبير مقابل الكابتن هتان باهبري ب 250 نقطة مقابل 130 نقطة أمام الكابتن هتان باهبري لاعب نادي الشباب. اليوم منافسة مختلفة، لكن نذكر المشاهدين بأن اللاعبين جونا من الشرقية ونورونا والله في الاستديو. تمام، اليوم المنافسة نقدر نقول ديربي، ديربي أهل الشرقية تقريبا. ها كابتن. طيب كابتن طلال، وش تعني لك المنافسة اليوم لما نقول الكابتن أحمد الكسار فاز بفارق جدا قليل، فارق 20 نقطة، أنت يعني كنت مرتاح أمام الكابتن هتان باهبري، اليوم المنافسة ما هي سهلة أمام الكابتن أحمد الكسار؟ أول شيء بسم الله، يمكن اليوم المنافس صعب مو بنفس أخوي هتان. نعم. يعني كان فريق هتان أسهل بكثير يعني، وإن شاء الله اليوم يعني تكون المنافسة يعني أفضل. طيب كابتن أحمد، الكابتن طلال المجرشي وان كان يعني هو متفائل بمواجهه اليوم، لكن ذكرك بان الكابتن طلال المجرشي تفوق عليك حتى نقطيا 250 نقطه مقابل 230 لك يعني. صحيح، لا ما شاء الله هم فريق حماسي وفريق يعني شاب، بس ان شاء الله فريقي قادر ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق، بس عشان اذكرك انا ما ودي اغششك مره، لكن الكابتن سعود ضيف كابتن طلال مجرش ترى لعيب بلاي ستيشن من بدري، نقول لك ها لعيب لعيب ولا كيف يا سعود؟ ها شايف انت امس شاف الجمهور وانت شفت الحمد لله. نعم، نتمنى لكم التوفيق. كابتن خلينا نذكر المشاهدين بس بضيوفك، كابتن سعود. كابتن سعود والكابتن علي حياكم الله. كابتن احمد ذكرنا بضيوفك. كابتن محمد والكابتن فارس. يا اهلا وسهلا فيكم. طيب انتم عارفين الفقره الاولى ايش؟ وعارفين ان الفقره الاولى ربما تساعدك باختيار اللعبه اللي انت حاببها في الفقره الثانيه، وايضا في حال انك حققت نتيجه ايجابيه في المرحله الثانيه تختار المرحله الاخيره. واضح؟ نبدا سؤال وجواب. سؤال وجواب كابتن، خلونا في البدايه نخير 250 نقطه مقابل 230، مين تبغون نبدا معه؟ لنقاط اكثر. اللي تشوفونه. تبغون ناخذها من نقاط اكثر، تبغون ناخذها بها مع مين؟ ابدا معه. لا بس عشان نذكر ترى هي ذهاب واياب، يعني اذا بدينا الحين مع الكابتن طلال مباراة الإياب نبدا مع الكابتن احمد، فمين تبغون نبدا؟ خلاص ابدا معه. اليمين. ها اليمين، يلا مع الكابتن طلال. جاهز؟ جاهز. طيب يقول بسم الله، ما ادري كيف ليه كذا شعور ان اسئله اختبارات. كابتن طلال جاهزين للسؤال؟ جاهزين. اسهل الاسئله، متى تاسس نادي الخليج؟ تتوقعون نفس هذا السؤال يتكرر؟ لا لا. طيب سؤال سهل جدا ان شاء الله وعليه 10 نقاط. السؤال يقول كم عدد المباريات التي قاد فيها المدرب البلجيكي باتريك دي وايلد الخليج في دوري الممتاز السعودي الموسم الماضي 2016-2017 قبل إقالته من منصبه؟ مبارتين. طب تقدر تذكر لي المباراتين ايش؟ فيصلي والاتحاد. تقدر تذكر لي نتائج المباراتين؟ 3-2 الاتحاد، 3-1 فيصلي. يا سلام، نسمع له تحية. جاهزيه عاليه، جاهزيه عاليه، معسكر واضح عند كابتن طلال. طيب اروح لك كابتن احمد الكسار واقول لك السؤال الاول اللي عليه 10 نقاط ايضا.
خسر الاتفاق امام الاهلي بنتيجه 4-1 في اولى مباريات الموسم الماضي 2016-2017 امام الاهلي. فمن اللاعب الذي احرز هدف الاتفاق الوحيد؟ هي انتهت 4-1. صحيح. اول شيء تحمد له بالسلامه بعد الاصابه اللي حصلت له مع المنتخب في البطوله الاسلاميه في اذربيجان، كابتن واخوي محمد كنو. نعم، نسمع لهم تحيه. لاعب المنتخب السعودي، لاعب نادي الاتفاق، الكابتن محمد كنو. ما ودنا نصعبها، كنا ننسى في البدايه، ما ودنا كنا نقول دقيقه كم او الى ذلك، لكن هي دقيقه 67 كابتن. طيب الان 10-10، واضح؟ نكمل؟ طيب السؤال الثاني يقول الكابتن ايضا عليه 10 نقاط، محترف الاهلي عمر السومه اكثر لاعب عانت منه اشباك نادي الخليج. اذا انت ما ذكرت فودي نستشير الحارس مسلح، لكن عموما بما انك قريب انت من الفريق فاكيد ذاكر النتيجه او ذاكر الاهداف. عفوا، خليني اكمل لك السؤال. محترف الاهلي عمر السومه، نمسي عليه بالخير والجماهير الاهلي، اكثر لاعب عانت منه اشباك نادي الخليج في دوري الممتاز الموسم الماضي 2016-2017، فكم عدد الاهداف التي سجلها في الموسم ضد الخليج؟ عمر السومه خمسه. اكيد جاب نهائي؟ جاب نهائي. ابغاك تقول للجمهور تحيه. تحيه منك. جميل جدا. كابتن السؤال موجه لك ولضيوفك، اي واحد يقدر يجاوبنا، سرعه اجابه، تبون تلعبون بالوقت براحتكم، الاخير انت المدرب وتكتك عليك. السؤال يقول كم عدد الاهداف التي ولجت مرمى الاتفاق في الدوري الممتاز الماضي 2016-2017 من لاعبي الاتحاد والاهلي مع بعض؟ جاوب 16. كابتن ما بدك تفكر؟ ها؟ ما تنسى. طب ليش الابتسامة؟ ليش الابتسامة؟ لأن عليه الأهداف. عليه الأهداف. كابتن يعني أنا كنت يعني تعرف دائما أصعب شعور المراسل اللي قابل اللاعب بعد الخسارة. أنت عارف هذا الشعور. حتى اللاعب يتضايق، يعني ما وده يسوي مقابلة ولا وده يقابل جمهوره بهذا المستوى، دائما يحب أن يلتقي بابتسامة. اليوم انتهت المباراة بخير أو شر، وإن شاء الله ما يكون فيها شر. لكن يعني لما تذكر الموسم على طول ذكرت الاجابه 16 هدف، وش طرى على بالك؟ اول شيء تقول للجماهير نادي الاتفاق. بعد المباريات هذه طبعا. اي يعني الموسم انتهى فقط من فريقين 16 هدف. نقدر نقول يعني بدايه غير موفقه كانت لكم في اول موسم لكم بعد الصعود، ولا ايش؟ يعني كيف تقدر او يعني اول ما تذكرها كيف توصفها؟ لا، في فترات كان الفريق يقدم مستوى، يقدم نتائج طيبه. بس من هالمباريات هذه اللي ذكرتها الاهلي والاتحاد، كان في هالوقت الفريق يعاني من هبوط حاد في المستوى ادى النتائج هذه الكبيره. كابتن، هل فعليا انديه الغربيه يعني رتمها عالي جدا، ولا وافقت مباريات الاتحاد والاهلي هبوط لدى نادي الاتفاق؟ مع موافقه مع وجود هبوط في مستوى الاتفاق امام الاتحاد الاهلي، معروف انديه الغربيه تلعب معك بحماس وبروح باصرار برغبه في النتيجه، يعني اذا شافتك مستسلم وما انت مقدم في المستوى وما انت موجود في المباراه، ساعات ما تكتفي انها تفوز 1-2 اذا ما شافتك موجود داخل المباراه. بس انا اتذكر واحده من المباريات كابتن، يعني انتم خسرانين كم هدف ولسه ما شاء الله في ضغط هجومي، يعني نقدر نقول لعب الماني، يمكن انت ملاحظها بما انك حارس. صحيح. عموما اسمع له تحيه، اجابه صحيحه 16 هدف. دردشه بسيطه كان اللعب هذه. الان اذكركم ميزه خطف السؤال، لان ننتقل لمتوسط الصعوبه. السؤال الان عليه 20 نقطه، الان 20-20، تمام؟ واضح؟ نروح ننتقل لسؤال متوسط الصعوبه الكابتن طلال مجرى شواري فاقه، ونقول لك السؤال يقول تلقى الخليج خساره ثقيله من الطائي ضمن دوري الدرجه الاولى، تذكر المباراه كابتن؟ بكمل لك السؤال يمكن تذكر المباراه. طيب، تلقى الخليج خساره ثقيله من الطائي ضمن الدوري الدرجه الاولى لموسم 2000-2001، فكم كانت النتيجه؟ كانت خساره ثقيله 2000-2001. ايه وراك ابتسام كابتن. ها سعود مركزين الشباب عليه 20 نقطة. كابتن اذا كنت تتذكر هي كانت خسارة ثقيلة، يعني تقريبا في معلومة تبي تخطف السؤال، عندك تخسر 20 نقطة إذا ما جاوبتها خطأ، وتكسب 20 نقطة إذا جاوبتها صح. بس قاعدين نتذكر. خذ راحتك، تذكر 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 دائما في مباراتك اللي قبل في دوري الرياضية، دائما لما تهدى 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 جاوب صح. ما شاء الله عليك. طيب
ها كابتن طلال في شيء في بالك؟ عليه 20 نقطة. لا والله ما 7-1 الهلال. ها كابتن يعني خلونا نسمع بصوت عالي. يمكن تلقطون إجابة. 7-1 يعني هي قريبة من كذا ترى يعني. 6-1 لا أبغى منك إجابة. إذا عندكم إجابة ولا إذا في خطف السؤال عند الكابتن أحمد. في ودك تخطف سؤال؟ ما ودنا نجازف. عندك إجابة؟ تلعب على المضمون مدرب رايق اليوم. ترى حلو المجازف، الجازف الآن هو بيجازف. في وقت. ها؟ في وقت في وقت وفي ذهاب وإياب يعني ما عندك مشكلة كنت تخسر في الذهاب لكن تكسب الإياب. ها؟ 6-1 نقول. أبغى إجابة نهائية يا كابتن. إجابة نهائية. ودك تخطف السؤال؟ مرة. يا جماعة ترى في ذهاب وإياب يعني لازم تغامر. ها كابتن؟ غامر جاوبت. إجابة نهائية؟ نهائية. إجابة نهائية؟ تخطف السؤال؟ إجابة خاطئة. تخطف السؤال؟ لا. مرة؟ مرة. ها؟ خلاص؟ 5-1 5-1 5-1 برضو إجابة خاطئة. أسمع تحية. طيب الإجابة الصح 7-0 زي ما جاوب. 7-0 معلومتنا قريبة كانت. كم؟ 7-1 7-1 هم ذكروا 7-1 قلت لهم خطأ. إي لا. لا أنت شككتهم ما قلت لهم خطأ. إي كان قريبة جدا يعني لو شال الواحد 7-0 طيب الآن زي ما أنت كابتن 20 نقطة. السؤال الآن للكابتن أحمد الكسار ونقول سؤال متوسط الصعوبة 20 نقطة. كم بطاقة صفراء حصل عليها الاتفاق الدولي صالح خليفة طوال مسيرته التي امتدت لأكثر من 20 عام؟ بطاقة صفراء. ها شوفوا كابتن يعني ما شاء الله مرة مشهور في قمة أخلاق داخل الملعب وخارج الملعب ما يعني ما يحتاج نزكيه. بطاقة صفراء. إيه بطاقة صفراء. يعني لدرجة إنك تقدر تعدها. وابغى الكابتن طلال اذا عنده هذا افكر. الكابتن صالح خليفه يعني علم عند الاتفاقيين الجمهور الرياضي الجمهور السعودي ما يحتاج. بس نتكلم عن البطاقات الصفراء. ها كابتن عندك اجابه؟ وصلت اجابه؟ توصلنا تقريبي يعني. طيب قبل اخر منك التقريبي ودك تخطف السؤال بعد ما اخذ من الاجابه؟ ما ودك تغامر؟ ما عندي شيء. طيب اذكرك ان السؤال عليه 20 نقطه. فتعطيني اجابه؟ توكل. بطاقتين. اجابه نهائيه؟ إجابة نهائية؟ نهائية. تذكر لي وين البطاقتين؟ صعبة. لا أنت أنت قلت بطاقتين بحاول. ممكن واحدة أمام الاتحاد ممكن واحدة أمام النصر. يعني كلها مع الاتفاق؟ أنت كم بطاقتين في مسيرة الكروية مع الاتفاق ولا مع المنتخب السعودي؟ كاملة بس خلاص أنت أعطيتني إجابة نهائية بطاقتين؟ بطاقتين. طب نطلب من الجمهور تحية؟ تحية. تحية يا جمهور. يا سلام ما شاء الله تبارك الله جاوب بطاقتين صحيحة ولكن واحدة مع النادي واحدة مع المنتخب ما شاء الله تبارك الله مسيرة رياضية حافلة ما شاء كل لاعب يتمنى أن يكون مثل الكابتن صالح خليفة لقلة البطاقات داخل الملعب ما هي سهلة كابتن صح ولا لا قلة بطاقاته وحتى توجيهاته 20 عام يعني ما هي سهلة ما شاء طيب الله. خلينا نذكر الكابتن خلينا نذكر بالإجابة هي بطاقتين صفراء فقط أحدهما في لقاء محلي أمام القادسية بعد تسجيله هدف والأخرى مع المنتخب السعودي أمام قطر في كأس آسيا عام 84 تحية للكابتن صالح خليفة طلال أنت لاعب في الميدان بعيدا عن كابتن أحمد كسار أحمد كسار حارس يعني صعب جدا ياخذ كرت أصفر إلا إذا بغى يأخر بغى يعني ها يضيع وقت صح ولا كابتن يضحك كابتن كسار بتهيج الحكام على لا 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 ما يجي الحكام بس انا اذكر المنطق انه صعب اللاعب كحارس دائما بالذات المدافع والمحور هو غالبا هذول الاكثر عرضه يعني صحيح لكن كابتن طلال مجرشي برضه مراوغ فبطاقتين خلال 20 سنه كيف تشوفها كابتن؟
صعبة على أي لاعب يسويها ولا؟ والله صعبة صراحة. ها؟ صعبة على أي لاعب يعني. فاكر كم بطاقة جبت أنت؟ هذا واحد من أسئلة بس ما علينا نخاف. الموسم هذا؟ المواسم كلها من يوم ما لعبت. يعني أكيد دام أنك قلت الموسم هذا معناتك. لا لا الموسم هذا يمكن أربعة بس. كم؟ أربعة بس؟ بس. اسمع له تحية. سلام عليك. سلام عليك. طيب خلنا نوجه لك السؤال كابتن وبدون كرت أصفر ولا أحمر. زين؟ بس نذكر عندك 20 نقطة مقابل 40 نقطة للكابتن أحمد الكسار. طيب السؤال يقول حقق حسين التركي لاعب الخليج لقب هداف دوري الدرجة الأولى مرتين موسم 2009-2010 والثاني 2010-2011 فكم عدد الأهداف التي سجلها في المرة الأولى؟ 16. إجابة نهائية؟ استاهل تحية. ما في مجال ما في مجال تحية للكابتن حسين التركي. واضح انك راجعت زين. ها؟ أمس طيب كلم امس. زين امس عليه بالخير ونوجه السؤال الان للكابتن احمد الكسار وبرضه سؤال متوسط الصعوبه وعليه 20 نقطه وايضا نذكر بان الكابتن طلال مجرش بامكانه يخطف السؤال ويعادلك في المنافسه. خسر الاتفاق نهائي كاس ولي العهد 2008 امام الهلال بهدفين نظيفين ثاني الاهداف من ركله جزاء فمن تسبب فيها من لاعبي الاتفاق؟ باصي ذكرت المواجهة؟ ذكرت المواجهة وذكرت حارس الاتفاق. ايوه اي كويس يعني انت جالس تمشي خطوة خطوة. اشوف كابتن طلال اذا عنده معلومة. عندك معلومة؟ توقع توقع اذا لا عندي عندك معلومة يعني تقريبا 80% اي 80% ما شاء الله بامكانك تخطف ترى بعد خلنا ناخذ منه اجابة نهائية اذا ما أكدها أرجع لك. المباراة كانت أمام الهلال ما سجل الاتفاق أي هدف كان ضغط عالي على الاتفاق وأبغى أشوف يعني أبغى أشوف قدرتك على استرجاع الذاكرة في ذيك المواجهة هي كأس ولي العهد كانت مواجهة أمام الهلال كابتن صحيح فاكر؟ فاكر من اللاعب اللي عرق اللاعب الهلال سبب ركله الجزاء ركلنا ها كابتن خلينا نسمع صوتك حارس عدنان السلمان مين؟ حارس عدنان السلمان هو اللي تسبب انت تذكرت الحارس تذكرت لقطه العرقله تذكرت تقريبا الهجمه سمعونا صوتكم يعني فكروا بصوت عالي يمكن نلقط اجابه تقريبا جمعان الجمعه اجابه نهائيه 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 طيب نسمع تحيه من الجمهور نسمع تحيه نسمع تحيه تحيه على محاوله يعني من جد كابتن يعني اول مره يجاوب خطا ما شاء الله تبارك الله يعني يمكن كل مرة كل مرة كل مرة تجي معاك لك هالمرة تتخطف، خلينا نشوف خطف السؤال، تخطف كابتن ولا ما ودك تغامر؟ بغامر خير لك بغامر من البداية والله برافو ونسمع تحية. لا لأنها ذهاب وإياب، فإذا ضاعت منك بالذهاب عندك قدرة أنك تعود في الإياب. طيب كابتن خطف السؤال، أعيد لك السؤال مرة ثانية للتأكيد. السؤال يقول خسر الاتفاق نهائي كأس ولي العهد 2008 أمام الهلال بهدفين مقابل لا شيء. ثاني الاهداف التي سجلها الهلال من ركله الجزاء، فمن تسبب في ركله الجزاء؟ من اللاعب اللي اثر في تلك المواجهه؟ وعرق اللاعب الهلال. توقع عدنان السلمان. مين؟ الحارس. توقع عدنان السلمان، اجابه نهائيه؟ اجابه نهائيه. اجابه نهائيه؟ نهائيه، حتى البلنتي شاطر الشلهوب اتوقع. نسمع له تحيه؟ نسمع تحيه. يا سلام عليك! نخصم عليك 20 نقطة إجابة خاطئة. طيب حلو 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 محاولة برضه مغامرة لازم تجازف كابتن صح ولا لا؟ صح في مدربين يجازفون حتى لو دخل فيه 6 أهداف يسد يكملها 10 صح؟ صح طيب حلو اللاعب اللي تسبب في واحد جمهور يجاوب مين؟ سياف سياف برضه إجابة خاطئة اسمعوا تحية حلو خلاص طبعا كابتن ما راح تاخذها ما راح تاخذها بس تفضل كني تذكرت أن راشد الرهيب هو اللي سبب ركلة الجزاء اسمعوا تحية خطأ إجابة خاطئة يا خلاص أنا ماجد العمري أو أحمد البحري نسمع على تحية إجابة خاطئة تشكيلة كاملة صارت في الاستديو الظهير الثاني
وليد. مش على السيد واحد من الجمهور جاوب. تحية. طلال إجابة صحيحة. أنا أخبر البلد. نزلت تشكيلة هنا في الاستديو. طيب أتذكر كل المباراة حتى أتذكر حكم وما أتذكر من اللاعب. طيب الإجابة هو كان اللاعب مشعل السعيد مسي عليه بالخير عرق اللاعب البرازيلي تفرس يعني معروف الهلال ولاعب الشباب السابق يعني الآن خصمت 20 نقطة من الكابتن طلال المجرشي والنتيجة ما زالت 40 مقابل 20 زين؟ طيب حلو التحدي في مغامرة وفي منافسة زين؟ طيب نروح للسؤال الصعب نروح للسؤال الصعب طيب السؤال الصعب للكابتن طلال المجرشي تغلب هجر على الخليج في الدور الأول من دوري الدرجة الأولى الموسم 2009-2010 بنتيجة 5-4 شهدت المباراة بطاقة حمراء لأحد لاعبي الخليج فمن هو؟ السؤال عليه 50 نقطة 2009-2010 المباراة كانت في الدرجة الأولى أمام هجر المباراة كانت كلها أهداف إجمال المباراة 9 أهداف كابتن كابتن طلال ابتسم لا يتكلم ها ما لحقت عليهم بس بحاول ما لحقت عليها بحاول طيب خاصيه الخطف الان متوفر للكابتن احمد الكساف كابتن عندكم اجابه والله ما تبي تغامر عليها 50 نقطه صح يعني يمكن تخسر لان سالب 10 نصير اي تصير انس 10 بس ذهب وياب كابتن يعني عادي صعب السؤال الحين لا سؤالكم سهل بس عليكم سهل ولا احد خطر في بالك طاقه حمراء طب تذكر المباراه 5-4 الماضي اللي حسين التركي على هذه المباراه بين يعني اهل الشرقيه يعني في ناس يتابعون اللي معاك اللاعبين ولا عشان 2010 سبع سنوات ايام اشتراكات في الاي ار تي ها زمان ها طيب خلينا نشوف كابتن طلال عندك اجابه كابتن 50 نقطه في لاعب في الخليج اسمه غفور ما ادري اسمه غفوري بس ما ادري لا ما تعطيني الله اسمه كذا وتاريخ ميلاد لا يعني لا لا اعرف انا العائله بس اسمه صراحه الناس يعني هو يمكن اكثر واحد ياخذ بطاقات بس ما ادري هو الشخص لا يزعل عليك راحت بس ما ادري هو الشخص نفسه ولا من هو شخص؟ انا جالس اخمن اخمن بس يعني اللي اعرف انه لاعب ذا راعي بطاقات كثير بس ما ادري هو الشخص ولا طيب عطني اسم وخلي اللي معاك يعطيني اسم والكابتن الثاني يعطيني اسم اكثر من كذا مجامله معك حسين التركي الله عمره ها جاء اسم في بالكم؟ عمره انقضيت حسين التركي انت هات ثلاث اسامي كل واحد فينا بيقول المباراه كانت 2009-2010 مباراه كانت اجمال الاهداف فيها 9 اهداف لاعب من لاعبين الخليج تلقى بطاقه حمراء في تلك المباراه بعدين المباراه مع هجر كانت اليوم هذا صفوان مولد لاعب بس ما ادري عزيز هذا اسم صفوان مولد اسم انا ما عندي شيء قول لي اسم قول لي اسم هو لا الغفوري ذا بس ناسي اسمه والله صراحه هو الغفوري ذا بس ناسي اسمه اجابه نهائيه خلاص اخذ منكم نسمة تحيه الجمهور نسمة تحيه الجمهور نخطف سؤال ما في معقول السؤال مره صعب الكابتن علي مسجن اسمع له تحيه اسمع له تحيه عادي ما ادري بالله خطر عليك بس الكابتن شايف كذا طلعت حزين ما ادري مهاجم يعني ما توقعت بس كان الاسم في بالك لا لا مره هين. لا علي لا حسين تركي ولا احد طيب يعطيك العافيه نروح الكابتن احمد الكسار السؤال عليه 50 نقطه يحق لا خلاص راح لحقيت خطف السؤال طيب كابتن احمد الكسار في عام 1407 تتذكر مباراة جمعة الاتفاق مع الشباب؟ قبل أن أولد أربع سنوات. آه. جاء من بدري يستاهل تحية والله يستاهل. هذا تكتيك من الكابتن أحمد الكسار عشان أوريكم أنا ترى لسه صغير. طيب. كنت تتعاطف معانا تغير التاريخ خلي 17. طيب في عام 1407 تفوق الاتفاق على الشباب في الدوري الممتاز بأربع أهداف نظيفة سجل سعدون حمود ثلاث أهداف منها هاتريك فمن سجل رابع الأهداف؟ لاعب الاتفاق سعدون حمود في ذيك المباراة سجل هاتريك والله كابتن حزنتني بالنظرة ودي أقول لك اخطف السؤال حق لك تخطف السؤال يا ريس ما أدري ايش السؤال اخطف السؤال يا عمي
خلينا نشوف. اعيد لك السؤال. بس من حرج اعيد لك السؤال. بعيد السؤال مره ثانيه. ليش يقدر يخطف السؤال الحين؟ يقدر يخطف السؤال؟ يقدر يخطف السؤال اذا اخطات. اي حق وانت تقدر تخطف السؤال اربع مرات. يلا بس انا بردك بشوف ما جاوب على شيء. طيب السؤال يقول في عام 1407 تفوق الاتفاق على الشباب في الدوري الممتاز باربع اهداف نظيفه. سجل سعدون وحمود ثلاث اهداف. هاتريك. الهدف الرابع مين سجل من لاعبين الاتفاق؟ 87 شوف في بطوله كانت. ها كابتن. الله كابتن طلال مجرى يروح ما بعدك روح. اجاز باي شيء. بدل تقول جاوبنا. يحق له يخطف السؤال تخيل خطفه جاوب خطا يصير بالسالب. بكيفه خله يخطف. ها كابتن. بالكم اسم؟ بالنا اسم. بعطيك نفس الميزه عطني ثلاث اسماء. اكثر من كذا سهوله ما في صح ولا لا؟ بس لو خطف السؤال سهلنا المهمه. لا ودك انه يخطف كابتن ود شوف تكتيك ودك تخطف السؤال؟ لا خليه يجاوب اول. انا في بالي لاعب بس ما راح. طيب بالك لاعب هم بيقولوا لك ثلاث اسماء اذا طلع منهم كلهم ما جاوب. ما جاوب ما بجاوب. طيب كابتن يلا اعطونا اسم عشان الوقت. صالح خليفه. اسم بعد كابتن. 50 نقطة. انزين اسم ثاني انت. مروان الشيحه. حلو. ها كابتن. جمال محمد. تخيل واحد منهم جاوب جواب صح، ليش تجاوب؟ ها؟ طيب كابتن تخطف السؤال؟ لا نهائيا؟ نسمع تحية؟ نسمع تحية عالية. كلهم حاولوا بس برضو الاجابه خطا. المدرب الحالي كابتن فيصل بدين. فيصل بدين اسمع له تحيه مدرب المنتخب السعودي ومساعد. طيب واضح ان الاسئله صعبه المرحله الاولى صعبه ولا لا؟ صعب. يعني كابتن احمد الكسار اول جبت 110 هذه النتيجه حتى الان 40 صح ولا لا كابتن؟ صحيح. والكابتن طلال المجرشي 20 واضح؟ هذه النتيجة 20 مقابل 40 الآن حق الكابتن أحمد الكسار أن يختار بين الفرفيرة والهوكي، وش اختار كابتن؟ كمنافسة قادمة، لسه احنا في مواجهة الذهاب. هوكي. وأذكرك بخاصية أنك بإمكانك تقف اللاعب توقف اللاعب في الفرفيرة 30 ثانية، وإذا اخترت الهوكي بإمكانك أنك تختار لاعب واحد مو لاعبين. بدون تبديل يعني؟ لا كلها فيها تبديل. إيه أنت وش تختار؟ هوكي. الفرفيرة فيها ميزة أنك تقف الخصم 30 ثانية. الهوكي بامكانك انك تختار يا لاعبين يا لاعب. كيف توقف الخصم 30 ثانيه؟ يعني اذا لعبوا الفرفيره خلال المواجهه بامكانك توقف الخصم 30 ثانيه يصير يلعب واحد. هوكي. هوكي. هوكي جاهزين؟ نسمع تحيه ونروح الهوكي. حياكم الله مشاهدينا في الجزء الثاني من مباراة الذهاب بين الكابتن طلال المجرشي والكابتن احمد الكسار. نذكر بالنتيجة الكابتن طلال المجرشي حصل على 20 نقطة في الجولة الأولى، الكابتن احمد الكسار حصل على 40 نقطة في الجولة الأولى، ولذلك يكون 40 مقابل 20. الكابتن احمد الكسار فضل انه يكون الهوكي. الآن نبغى نسمع من الكابتن احمد الكسار مين ترشح لنا في هذه المواجهة؟ إن شاء الله توكلنا على الله. مين راح يلعب معك؟ أنا راح أبدأ. أنت اللي راح تلعب؟ والله حارس. ها كابتن طلال مين راح يلعب؟ سعود. ما شاء الله نفس تكتيك مباراة حسين هادي. كابتن احمد الكسار لعب واليوم ما شاء الله سعود دائما معتمد على سعود ومعتمد على الكابتن علي. علي صحيح؟ على الكابتن علي في الأسئلة وفي بداية المواجهة. طيب اسمع لهم تحية وتفضلون الضيوف. والله يلا
امسك واحد او الثاني خلاص. كابتن الحين بس اذا طارت لا تشيل دفاعي يغلق الخانه. طيب بس عشان نوضح، ها كابتن سعود، كابتن احمد، السرعه لا احد يجي يشتكي من الثاني، تطلع اللي يحط اللعبه وتبدا على طول ترى هي راح تبدا. نزل هذا اوكي، ما راح توقف عنده. سعود نزل هذا زين. كورتين عندك، كورتين عنده، كوره تطيح تلحق تجيبها يسجل فيك. هذا الشيء لا يعني احد. نلعب بوحده على كل نقطه، امسكها في يدك على كل نقطة، على كل جول 10 نقاط، والفائز ياخذ 50 نقطة. جاهزين؟ نبدأ؟ 3 2 1 ابدأ. اوكي يلا. ومن البداية، من البداية 10 10 يلا. حلو حلو. كرة واحدة، كرة واحدة، يا سلام، كرة واحدة. 20 10 حلو. سلام. اللعبة كلها سريع، لا تروح اللعبة كلها سريع، لا تروح. 20 10 20 للكابتن احمد الكسار، 10 للكابتن سعود. يا سلام. مين اللي حق الكوره؟ كل واحد يبدا يلحق لكن يخوف. ها 20 للكابتن احمد الكسار. كابتن احمد الكسار متفوق في الجوله الاولى ب 40، والى الان احنا في مباراه الذهاب. الفائز اجمالا ياخذ 50 نقطه اضافه للاهداف. خذ 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 عادي، خذ كوره، خذ كوره. اللاعبين في هذه الجوله هم اللي يحددون دور الثمانيه، هم اللي يطلعوا الكوره. احنا كنا في الادوار التمهيديه، زملائنا المساعدين في الاستوديو يجيبون الكور. الادوار التمهيديه لا، نفس اللاعبين عشان نشوف من الاسرع. بامكان المساعدين الكابتن طلال مجرش والكابتن حمد الكسار يتساعد مع احد يجيبون الكور. كابتن طلال مجرش بامكانك تبدل، بامكانكم تساعدون بالكور. ايه بامكانك تاخذ الكوره تضعها على الطاوله فقط. يا سلام. الان 20 10 اطول جوله في الهوكي الى الان. تركيز عالي من الكابتن حمد الكسار. ما في سرعة كابتن طلال مجرشي، ما في سرعة، مو بوقت. اللعب كله هدوء، استخدمها بالياب. طيب في تبديل ترى، ها بإمكان الكابتن حمد الكسار يبدل. 20 20 العب العب العب، كمل كمل. واحدة اي واحدة، لا لا واحدة واحدة كمل. طيب تنتين في الملعب يا، لا لا تنتين في الملعب والله حرام. طيب ثواني ثواني ثواني، ما ادري بلعبيت واحدة. ثواني ثواني في الملعب كان كرة نزل ثاني، كرة واحدة واللي نزل اي نزلت كرة واحدة. لا كابتن كرة واحدة لكن حقلها ل 10، بامكانك الان واحد تنزلها الان 30 20 بس 30 20 الملعب كان كرة واحدة، كرة واحدة 30 للكابتن احمد الكسار. كابتن بامكانك تجيب له الكرة. ركز ركز. 30 مقابل 20، 30 مقابل 20. كرة واحدة كابتن سعود. انتبه انتبه هناك، لا لا تطلع بسرعة. واحدة كرة، واحدة كرة، واحدة كرة. كابتن احمد شل. تبديل. اوكي تبديل تبديل. طيب بس عفوا كابتن كم كرة عندك؟ كورتين؟ اوكي اوكي جاهز؟ كابتن بامكانك تخطف كرة. بس عشان نحسب الوقت الان 30 20. حلو 30 30 اهدى اهدى، خلي خلي 40 30 باقي دقيقتين تقريبا. زين بدل كابتن طلال، انت عارف ان اذا حققت الفوز هذه راح تاخذ 50 نقطه، يعني راح تفرق. عارف وايضا الكابتن احمد الكسار. حلو 40 40 40 40 شوي شوي شوي. والله مباراه صعبه. اهدى اهدى مباراه صعبه. حلو 50 40 اهدى الحين. هدي ها هدي الرتم 50 40. ركز بس، ما بقى وقت، ما بقى شيء، باقي تقريبا دقيقه وعليها. اهدى اهدى جيمي، لا تستعجل لا تستعجل. حلو 50 40 اهدى، لا تستعجل بس. حلو اهدى. كابتن احمد الكسار بامكانه يبدل، لا تستعجل. ايه اهدى علي، لا 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 علي، تعال تعال، لا تروح. 60 40 وين تروح؟ اجلس لا تروح لا تروح، خله لا يجرح. فايز انا. برافو جيمي، برافو برافو. 60 40
العب 60 40 العب العب كابتن. الكره الحين مو بينك كابتن احمد، ما في تحفظ في الدفاع. العب على الرايق، بامكانك تعوضون لسه في مباراه اياب، يعني في وقت. هو هذا اهم شيء. يلا حلو 70 40 هذه هذه حلو سؤال. والله ما باقي الا وقت قليل جدا. يا ولد 70 40 يا ولد عشان علي. كابتن سعود وجيمي اهدى اهدى خلوك يلا اهدى. ها 70 40 70 40 اهدى لا تروح لا تروح لا تروح لا تخلي يسعد على الثواني الاخيره. احنا نلعب الان كم باقي؟ كم 70 40 الوقت 40 ثانيه. اهدى سعود 40 حركة الحنش الحية الحية. لا مو كذا سعود، قدام على قدام. 30 ثانية 70 مقابل 40. تعال راح نفس الشيء لا تندم. 20 ثانية خلي خلي قدام لا تجي السالفة لا تندم. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 انتهى الوقت. طيب يعطيك العافية. ايش الجولة النارية؟ الجولة الأولى يفوز الكابتن أحمد الكسار ب 40 مقابل 20، الجولة الثانية الكابتن طلال مجرش يقلب الطاولة على الكابتن أحمد الكسار في مباراة الذهاب في دوري الرياضية ويكسب 70 نقطة مقابل 40 فقط بالأقوال، إضافة إلى 50 نقطة حق الفوز. نسمع تحية للكابتن طلال مجرش. إجمالي النقاط الكابتن طلال مجرش 140 نقطة حتى الآن. والكابتن احمد الكسار 80 نقطة. استاذ تحية. كابتن احمد، ايش المباراة ذي الدراماتيكية؟ في البداية انت سجلت وحافظت، بعدين قلبت الصورة، ايش اللي صار في المباراة؟ حراسة. الان نبغاك محلل. حراسة. الان 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 عشان بس القنوات يشاهدون الكابتن احمد الكسار اذا فك القفاز وخلاه بعد طول العمر ان شاء الله، شوف المحلل. ها كابتن. لا حلوة كانت المباراة، ممتعة، استمتعنا. اليوم سوينا تبديل ما قصر بس ندفع زياده على الهجوم على موقع حبيب. انت اللي اخترت الحكم. الحمد لله قدمنا مباراه لسه مباراه ذهب في امل التعويض. ما في مشكله. طيب جميل جدا كابتن، ايش اللي صار في هذه المواجهه؟ قلبت الطاوله بشكل قوي حتى كابتن سعود. كابتن سعود خلاص اسمع صوتك. والله ما عاد في صوت، قال لي لعبت كوره مو. يعطيك العافيه. طيب نذكر المشاهدين، نذكر ايضا الجمهور اللي حاضر معانا ان النتيجه للكابتن طلال مجرشي 140. نسمع تحيه قويه للكابتن مقابل 80 للكابتن احمد الكسار ايضا تحيه. الان الخيار في الجوله الاولى كان الكابتن احمد الكسار، الان الخيار ينتقل للكابتن طلال مجرش، اكس بوكس او بلاي ستيشن؟ بلاي ستيشن. بلاي ستيشن على طول. جاهزين للبلاي ستيشن؟ كابتن جاهز للبلاي ستيشن؟ جاهزين ان شاء الله. نروح للبلاي ستيشن يلا. اهلا فيكم مشاهدينا في الجزء الاخير من مباراه الذهاب اللي تجمع الكابتن احمد الكسار وكابتن طلال مجرشي. هذه المباراه او هذا الجزء الاخير اللي وصلت نقاطه حتى الان الكابتن طلال مجرشي 140 نقطه. اسمعنا تحيه. برافو عليكم. وايضا الكابتن احمد الكسار 80 نقطه. اسمعنا تحيه. طيب احنا لسه في مباراه الذهاب، حتى نذكر المشاهدين 140 مقابل 80،
احنا الان في الجوله الحاسمه الاخيره من مباراه الذهب. انا بشكل قلت الاياب اول، لكن المره ذي نقول لكم في الذهاب. الان الكابتن طلال المجرشي مرشح لنا الكابتن سعود يلعب هذه المواجهه. الكابتن يمكن اختار برشلونه او مانشستر، انا مش مركز مره. والكابتن احمد الكسار اختار لنا الكابتن علي، ولا الكابتن مين؟ فارس. الكابتن فارس، عفوا الكابتن فارس بيلعب في هذه الجوله الاخيره. لكن ذكر على كل هدف 10 نقاط، واجمالي المباراه الفائز فيها يحصل على 5 نقطة، وبكذا تنتهي مباراه الذهاب. بعدين يجي دو الاياب. نشاهد المواجهه الاخيره بين الكابتن طلال المجرشي والكابتن احمد الكسار. إذن عشاق الساحرة نبتدأ من جديد في معركة جديدة في مباراة جديدة. اليوم من سيخطف الأبصار ومن سيمل العيوب بمباراة ممكن ستكون برشا نار أو شعل عن مباراة الانتصار. الريفة أو يسمى مانشستر يونايتد هنا في حلبة الألترافولد بمباراة مع غريمه برشلونة اف سي. معركة يوم المعارك. برشلونة معروف في ديربي اسبانيا، عريس الكورة الاسبانية وملك اسبانيا. ديما حط الكؤوس امام مجرشي وديما تقلب الطاولات. الكسار عندك حارس نادي معروف هناك بين الاتفاق. اليوم ضيف جديد معانا مش معانا، لكن دي قيمة بالطاولات. الكمبيوتر الياباني من سيتغلب في معركة يوم المعارك؟ قمة لا تنتهي، قمة لا ترقب. مباراة برسا يدور، مباراة عن روبن، انتصارات الجولدن بوي والساحرة المستديرة. ترجع كورة، يتلاحقون يتسابقون عن البرشا، يتكلمون هنا في دور الرياضية. سهرة لا تقاس بالأحلام. هذه ضربت بالنار، يلعب بالنار، يلعب بالنار. أول كورة، أول كورة، أول هدف، أول هدف يقصب به الملايين، يحسب به الملايين. يا كسار، كسرت الانتصار، عملت انتصار، عملت لغم جديد. الكسار واحد ومجرشي لا شيء. ما هذه الليلة؟ أي سهرة؟ أي مباراة؟ أي قمة؟ أي ليلة؟ أي تاريخ يا مجرشي؟ وأي حسابات؟ ضاع والكرة عن 1-0 للفريق المجرشي فان. اسمك يا كسار 1-0. الكسار اللي اختار فريق مانشستر يونايتد على حسابات انجلترا. ميسي يصنع كورة، البرغوث، البرغوث، الملك يضرب، ولكن الحارس موجود. دخية حراس، ولكن في كورة رفع الرؤوس على حلبة المايسترو هنا في الألترافولد. ترجع كورة نيمار، نيمار مش موجود، بيحس بيفكر في قضيته في اسبانيا. ديما برازيل في الريجينيرو. ترجع كورة في دور الرياضية. برسا حماس، برسا كنترول، برسا ابداع. ميسي يصنع كورة، هي لطاها الثانية، هي ميسي، ميسي يضيع كورة الثالثة. برسا ضربات، برسا ضربات، وبرسا حصار. إذن نعم نعم نعم، مجرشي فريق مانشستر، عفوا نعم، الكلمات والتكرار ومتتاليات وحسابات، لكن الفريقين هنا في حسم الألقاب، هنا في لغة الحروف ولغة الضاد. من سيقلب الطاولة بعد مرور في أول جولة؟ الحسم بالنقاط. الكسار في رصيد 40 نقطة ومجرشي كان في رصيد 20. بعد الجولة الثانية مرتنا الأقلام وقلبنا السفينة وقطار ني. برشلونة ودخي مش ممكن، دخي برشلونة يضربون، برشلونة يقاتلون، برشلونة يحطمون، يهددون. مانشستر مجرشي في عمق العقاب، ماذا يحدث؟ ني مش موجود في تصفيات كوبا والسنوات أوروبا، هناك في العالم كلمات برشلونة وأبناء المنتخبات هنا يستمعون، هنا يتكلمون. يصنع كورة، نيستا مش موجود. أين سواريز؟ أين ني؟ أين ني؟ يصنع كورة، بوسكا جاية، مش ممكن. عدل الأقدام، عدل الرجول، عدل الصورة، وهات الكنترول يا مخرجنا. الزولة الثانية، الكسار في رصيد 80 نقطة، بعد كلاب الطاولة مجرشي 140. ممكن في الزولة الأخيرة من سيحسم اللغة ومن سيلبس الثوب الأبيض. ترجع كورة عن ستار برشلونة، ميسي بحلقة الانتصار، ميسي بالليلة اللي يريد أن يكون ملك. ومن سيكون الملك؟ ميسي. أنا ميسي، أنا لا يعذب الأوتار، أنا المعلم وفي التمثيل، أنا تيتشر، أنا ميسي يا أستاذي لا أستسلم. أنا هناك في أرجنتينا، ولكن 1-1 على لحظات جوبان. الكسار بعد التعادل ممكن باش يتنفس بالاكسجين الطبيعي بعد ضربات الكرة. مش ممكن كسار يفكر في قضية أخرى ممكن تكون ضد الفريق الإسباني، لكن رواية الحديث
ورواية الكرات أيام الكنترولات. ترجع نيمار برسا اليوم دوران دور يا كورة دور يا كورة يا مدوري. كنشوفك كقطار عربي يدور بين أبناء الصحراء الكمبيوتر الياباني. أول صوت أول صوت ولا والثاني صوت بحسب الألقاب بحسب المعطيات. هنا في أولترا فولت أحلام هنا في دولار أولترا فيون مجرشي مباراته بالألوان مجرشي مباراته بالسنين مجرشي مباراته بالقياسات. مباراة لا تقيس بالألمومتر مباراة لا تقيس بالترمومتر مباراة برشا دوران بيكي يلا بيكي. هات الصورة برشا نشوفه برشا معاقبين البرشا نشوفه مهددين نشوفه مراقبين نشوفه متسللين. أستاذ الحكم هذه الثانية سجل سجل الثانية الثانية. مش ممكن مش معقول مش ممكن مش معقول. هات الصورة هات الكورة الصورة تنطق الصورة تتكلم الصورة تعبر الصورة تعطيك مباراة جديدة. أي ليلة أي انتصار. دوري ما فيش كلام دوري مساحاته ضيقة قلنا للمرة المليون. دوري الرياضية دوري على مستوى الأنصار على مستوى الأبصار. أول كورة الحكم يدخل دي في جيبه الحكم يدخل دي في جيبه ممكن صفارة عن طريق المانشستر يونايتد. مانشستر ترجع كورة دقيقة 52 من سيولى المباراة. حتى الآن الألقاص واللغة والصورة والأبصار تكون على مجرشي والكسار. مباراة ممكن كسار سيحافظ على شباكه لكن ديما الثانية يا رب يستر يا رب يستر. لا تدعوه يهرب لا تدعوه يا فلايني. أين كنت يا فلايني؟ مستواك اليوم مش موجود يا فلايني. هذا مكانك مش تقول لي أنا في الوراء مش ترجع باك ونساند فريق مانشستر. إنجلترا لدي إنجلترا وإسبانيا لدي إسبانيا لكن ديما اليوم جمهور مرعوب. الجمهور يريد الفرحة منهم من كان مع الكسار مرافق ومنهم من كان مع مجرشي من الدار. يبقى في قطار البرشلونة وقطار برشلونة لا يقف إلا على صفح روما هناك في العرب. ترجع كرة مرة أخرى هجين هذه كرة مانشستر هجينية كرة بيل بوغبا بول بوغبا بوغبا احتاج يسقط. هذا ضعيف شنو لاعب ضعيف جدا لاعب مانشستر يونايتد يسقط عنده لياقة مش تكون كاملة لكن ديما برشلونة عنده برشلونيين. أنت عربي وأنا عربي وابن بادي وابن الصحراء. يصنع كورة نيمار نيمار يعطي نيمار نيمار يرجع نيمار نيمار يولي هون أفلاي باي باي. مش ممكن ضاعت الثالثة. الله الله يستر الله يستر. في هذه اللقطة المخرج ممكن يفكر في صورة أخرى. إبراهيم فاتش إبراهيم فاتش سامحوني إن قصرت في التعليق. هذا مانشستر معروف بلاده أبطال سهراته بالفوتبول. امشي يا كورة دور يا كورة لا الأوف ذا ماتش. مباراة اسمها تشاو وتشاولين هناك في السينيا. الكسار يفكر مع أصحابه هل تنتهي مسيرة أمام مجرشي وننتهي من قصة الأسرة وندخل في عقاب الهوكي ونمر من مباراة الفرفيرة. ديما اليوم متعاونين متواجدين ولكن الكسار يقول للمجرشي انا لن استسلم بعد ان وصلت وعبرت. اليوم مجرشي مع الانتصار يرجع كوره ليمسي ميسي مش موجود. القدم اليسرى ضعيفه عند ليمسي بهذه الضربه لكن ترجع كوره لميسي. ميسي اليوم يعول الذكريات يكرر القاب يريد ان يسمت اسمه وبصمه لدى المباريات السابقه. يلا يا كوره اضربيني يلا يا كوره غنيني يلا يا كوره موليني يا كوره دوخيني يا كوره عبير يا كورة كلميني. يصنع كورة نخرج من هنا يجينا الصحر من هنا. أنست الرسام اليوم ضربتي رسام. ودقيقة 80 دقيقة 80 دقيقة 80 مانشستر 80 برشلونة 2 ومانشستر 1 بلحظات مجرشي وعقاب الأسرة. يهرب كورة وزع كورة اجري كورة ولي كورة جيب كورة خرج كورة هيا هيا هيا. والثانية ضاعت يا مانشستر الثانية ضاعت يا مانشستر. اوري فانتاستيك مجرشي مباراة ممتازة مباراة ممتازة هنا في البيك داي ناسيوناري. من سيكون الاوف ذا ماتش هنا في كلوب او في فيلم او في دورة رياضية صناعة للتاريخ كورة للتاريخ. لا يا ميسي فلترفع الاقال كورة بالراس. مش ممكن يا ميسي خرجوه 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 خرج ميسي
خرج ميسي مش عاوز يلعب، لا مش عاوز يلعب. شنو يا مدرسي؟ ميسي يلعب كوره بهذه الطريقه بهذا الشكل، هدف بالقيمه، هدف بالرؤوس، يضيع ميسي ويخطف مع الالقاب 2-1 لبرشلونه الانصار مانشستر يونايتد على مر التوالي وعلى مر الالقاب 2-1 في رصيده. ماشي يمشي برشلونه للقطار الابيض ونلبس الستار الابيض. ودقيقه 90 صفر يا استاذ 90 استاذ صفاره، الجمهور ماشي يضعبوا، الجمهور ماشي يكلموا، بلاي ستيشن عربي كمبيوتر ياباني. مادي مانشستر الثاني التعادل، جيب التعادل، جيب التعادل، جيب التعادل، مش ممكن. الفرعون يبقى فرعون والصفاره مجرشي يمسك في راسه ويفكر في قضيته والكسار فرحه للتاريخ. الف مبروك للفائز ويرد الخاسر والعوده للمتالق مصعب الصاي. شكرا لمعلق دوري الرياضي يعطيه العافيه، تحيه تحيه مره ثانيه من الجمهور استلم. بصراحه 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 جوله دراماتيكيه ولا لا كابتن؟ جوله دراماتيكيه. انت عارف كم النقاط الى الان؟ 150 مقابل 150 ولسه احنا في مباراه الذهاب. ايش اللي صاير كابتن؟ ما شاء الله مباراه ممتعه اول شيء، واشكر زميلي فارس قدم مباراه طيبه، حتى اللاعب السعود قدم مباراه طيبه، بس ما شاء الله على زميلي فارس اليوم. نعم يعني مباراه خياليه نعم نعم يعني خياليه خياليه. كابتن سعود ايش اللي صار؟ فايز في مواجهه المباراه بعدين قلبت النتيجه، يعني الجوله الثالثه انقلبت الكابتن احمد الكساب. فقدت التركيز شويه بس ان شاء الله نعوض في اليوم. طيب حلو حلو، نسمع تحيه، نسمع تحيه. نذكر المشاهدين، نذكر الجمهور، نذكر الكباتن، احنا لسه في مباراه الذهاب. من جد واضح ان يعني الحلقه او دوري الثمانيه بالنسبه للفريقين يعني من جد ما وصل هذه المرحله الا بكل جداره. 150 مقابل 150 الان مباراه الذهاب، نشوف نفس التصفيات هذه، بنشوف كيف التكتيك يترحل حسب الان لمباراه الاياب، نشوف الكابتن طلال ولا الكابتن احمد الكسار. بانتظار الحلقه القادمه فمان الله.